من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن عملية إطلاق الصواريخ تأتي ردا على مقتل إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفرشان. وأوضح الحرس الثوري أنه سيستهدف إسرائيل مجددا إذا ما ردت على أي هجوم. هذا وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الهجوم على إسرائيل يعد ردا قانونيا وعقلانيا ومشروعا، مهددة إسرائيل برد مدمر في حال تجرأت على الرد أو ارتكبت مزيدا من الأعمال الخبيثة بحسب بيانها. في ذات السياق قالت وكالة أنباء فارس أن 80% من الصواريخ أصابت أهدافها، معلنة أن دفعة جديدة من الصواريخ في طريقها إلى إسرائيل.